أنا من مواليد 2 ديسمبر عام 1971، ومن الصدف الجميلة في حياتي أن لي مولود ولد بنفس التاريخ 2 ديسمبر عام 1998. ومن الأشياء التي يقبطني فيها الآخرين أو يحسدوني فيها أن مولدي نفس مواليد تاريخ الاتحاد التي تعني لي الكثير، ويوم الاتحاد الكل يحتفل فيه في أرض الطيبة. ولدنا سوا، تربينا سوا، وكبرنا سوا، أنا والاتحاد مع بعض، وربيت وكونت لي أسرة في ظل هذه في ظل هذا الاتحاد، أسرة كبيرة الحمد لله. الله يديم لنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لسيدي اسمه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واسمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجميع حكام الإمارات، وسيدي اسمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة